الإذاعة الوطنية اللي يجيكم في توقيت استثنائي اليوم ماضي ساعتين ودرج بعد ما كنا نستمعوا نتقابلوا ماضي ساعتين غير درجين. اليوم كيف ما قلنا التوقيت الاستثنائي. نبدأ بأخبار المنتخب الوطني لكرة القدم واللي واصل الاستعداد لمباراة الجولة الثالثة من تصفيات كان المغرب 2025 واللي تجمع نهار الجمعة بمنتخب جزر القمر بداية من 8 متاع الليل في ملعب رادس. اليوم الحصة التدريبية الثانية باش تكون بالملعب الفرعي برادس بداية من 5 حسب باش تعرف التحاق كل من محمد علي بن رمضان علي غرام وعلي العابدي بعد ما كانوا وصلوا البارح في الليل لمقر الإقامة. في الصباح كان الموعد مع حصة لتقوية العضلات بحضور كل اللاعبين. واليوم أيضا نذكر أن الربع ساعة الأولى باش تكون مفتوحة للإعلاميين لأخذ الصور والتصريحات. الاتحاد الافريقي لكرة القدم راسل الأندية المشاركة في المسابقات القارية لإعلامها بالملاعب اللي يمكن اعتمادها في مباريات دور المجموعات والربع النهائي والنصف النهائي لكأس الكونفدرالية وكأس رابة الأبطال. وكيف ما نعرفه في تونس ما عندناش برشا اختيارات وملعب رادس فقط هو المؤهل قاريا، وبالتالي النادي الصفاقسي باش يلعب مبارياته رسميا في ملعب رادس في ظل عدم جاهزية ملعب الطيب المهيري ومع وجود الترجي في رابة الأبطال باش نلقاو كالعادة ضغط كبير على الملعب الوحيد المؤهل في تونس. ونعمل مقارنة مثلا ببقية البلدان الشقيقة والصديقة المشاركة في المسابقات القارية. نلقاو في مصر مثلا 6 ملاعب مؤهلة قاريا، في الجزائر 7 ملاعب، في المغرب أيضا 7 ملاعب، وحتى في مالي والكوديفوار وغيرهم البلدان الإفريقية أكثر من 3 و4 ملاعب. المنتخب التوغولي موجود في تونس منذ يوم السبت ويجري حاليا طرابلس تحضيري استعدادا لمباراة الجولة الثالثة من تصفيات الكان واللي تجمع بالمنتخب الجزائري نهار الخميس بملعب عنابة. غدوة ينهي طرابلس ويتحول مدينة عنابة. النادي الافريقي انطلق في بيع تذاكر مباراته مع النادي الصفاقسي في الجولة الخامسة من البطولة عبر الموقع الرسمي للفريق حتى نهار 15 اكتوبر والاسعار 20 و60 دينار. بعد انتشار اخبار مفاده تفاوض هيئه اتحاد بن قردان مع المدرب طارق جرايه، هيئه الفريق تاكد مواصله المدرب فخر الدين قلبي مهامه على راس الفريق في انتظار تحسن النتائج. كرة السلة غدوة تتلعب الجولة الرابعة من بطولة البرو آل، مباريات الكل مع الستة في قاعة بوهيما برادس، النجم الرادسي مع شبيبة المنازة، في قاعة جرومبيليا الدالية الرياضية مع النادي الافريقي، في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي مع شبيبة القيروان، في قاعة خواجة نادي كرة السلة بالمهدية مع نجم حلق الواد، وفي قاعة مزالي الاتحاد المنستيري مع اتحاد الانصار. في كرة اليد البارح سافر وفد الجمعية النسائية بالساحل في اتجاه المغرب وينشارك الفريق في البطولة الإفريقية للأندية والانطلاقة تكون نهار الخميس بمواجهة بريميرو دي أغوستو الأنغولي. دائما مع كرة اليد، الرابطة الوطنية كانت أعلنت أن الجولة السادسة ذهاب للمرحلة الأولى من بطولة النخبة باش تلعب نهار السبت ماضي 3 نادي الإفريقي مع اتحاد منزلة ميم، الأربعة الترجي مع هلال مساكن، النجم الساحلي مع نادي ساقيتا زيت، وبعث ابن خيار مع جمعية الحمامات، ثم الخمسة مباراة سبورتينغ المكنين مع نادي كرة اليد بجمال مع تأجيل مباراة مكرم المهدية ونصرة بولبا. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، جمل تحيات شهير الكافي في الأمان. Flash Sport.